خلال لقاء قداسة البابا فرانسيس بوفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، دعا الحاضرين إلى الاستفادة من زمن العطلة الصيفية وقال: لنتوقف ونصغي إلى يسوع، حيث من الصعب أن يجد الإنسان فترات حرة للتأمل. وبالنسبة للكثير من الأشخاص، يسير العمل عندهم بوتيرة سريعة ومضنية، حيث يمكن لفصل الصيف أن يكون مناسبة ثمينة لفتح الإنجيل وقراءته ببطء وبلا تسرع. وأضاف قداسته: لندع صفحات الإنجيل تحاكينا ونتساءل في أي اتجاه تسير حياتنا، وإذا ما كانت تتماشى مع أقوال الرب يسوع أم لا، ونتساءل أيضا ما إذا كنا ننغمس في أشغالنا مع بداية كل يوم، أم أننا نبحث عن الإلهام في كلمة الله. وأضاف أنه إذا خرجنا من بيتنا في الصباح حاملين في ذهننا كلمة يسوع، سيطبع النهار بهذه الكلمة القادرة على توجيه أفعالنا بحسب مشيئة الرب. وفي الختام سأل قداسته العذراء مريم أن تساعدنا على اختيار النصيب الصالح الذي لا ينتزع منا أبداً.